مرحبا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج بوب بوب شو. كنلتقاو بكم كل سبت باش نستضفوا جوج ديال المبدعين المغاربة متألقين. هذه المرة باش نعرفوهم ابتسام على صوص بوب بوب، ولكن نعرفوهم مزيان ولكن باش نتعرفوا على الجديد ديالهم. الجديد ديالهم ما تسولوش علاش، فرحانين بزاف باستقبال سناء مراحتي ومناني خليفة اليوم. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. شكرا ابتسام، شكرا سميد. مرحبا بك. الله يبارك فيك. سناء بنتي لي حشمانة، شي بركة. ما نسولوش علاش، صافي بليزير. انا ابتسام، صافي بليزير خويا سميد. انا فرحان اني نكون معكم مره اخرى ان شاء الله. تصفر فرحانه، تصفر اللور انت لابس. الله يخطيكم، الله يخطيكم. كرمتي هذا اللون. انا مره كنت نكون تنتادبت مع اليونيفير ديالي تنكون فيه. ياك سامي، شنو ظهر لك؟ نبداو الحلقه بان اكستري ديال الاغنيه. يلا ما تسولوش علاش، نشوفوا منها مقطع. ما تسولوش علاش جديد سناء مراحتي وخليفه مناني، اول ديو كيجمعكم بجوج. سناء، كيف كانت التجربه؟ زوينه بزاف، من بين اجمل التجارب صراحه اللي عشتها، لان خليفه فنان زوين. كنهضر بالصح والله العظيم. شكرا. فنان زوين وراقي وكيبغي يخدم وكيبغي يشتغل وكيتحرك. يعني من التسجيل ديال لا شونسون حتى التسجيل ديال لو كليب كلشي داز صنفر. راه اي واحد تجلسي مقابله معها سناء وديري ليه بحال هكا راه يتحرك. كيفاش القضية ديال بحال هكا؟ هددتني، حيت هاد لوجيست كان هو البداية ديال هاد ديال بارني هاو اي ميت يور ماذر. هاد اللقطة هادي وقعت حيت كانوا دي كيستيون تعقل على البرنامج، نكتشفوا بلادنا، تلاقينا في الدار الكبيرة، دي كيستيون كانت هي مع ليكيب اللي ضدي. دوك ديك اللعبة تاعت حنا انا وعلي هزيمو، قالت لي دابا تشوف هو تصدم حيت ما مولفش كيشوف، حيت ليميسيون اكتشفوا بلادي كانت تلقائيه وافويه وخلاتنا كنتعرفوا على دي زارتيست فواحد على واحد لونجل جديد. وهو كان كيصحب له، باقي كان كيجيب له، والله انا ديما غادي نجيب قفطان وجلابه بنيه وفيك البكيه. لقينا ان تفاهمنا بزاف، عندنا تقريبا لو ميم هومور، ومن تماك فين جات ليدي ديال كانت لومبيونس زوينه في هذاك البرنامج. ومن تما خرجنا كنهضروا على الموسيقى، كنهضروا على شنو الجديد. عرفتي دائما هاد الاسئله كتطرحوا، شنو هو الجديد فينا، شنو كتوجد وكذا. قلت لي راه كاين بزاف ديال الخدمه ان شاء الله ملي ندخل لمراكش وغادي نهضروا. انا دخلت لمراكش، انا كنت خدام في هاد اللعيبه في الاستوديو عادي جدا، وانا نقول بلاتي راه نعيط لسناء نسول فيها. عيط لها اول حاجه قالت لي زين، واش حنا ما بغيناش نخدموا، واش ما كاينش شي حاجه نديروها صاحبي. وانا ما كنت عرفتو انسان تلقائي وهذا، قلت نقولها بحال هكا. قال لي هي اللي ما تعاودش هي دابا، قال لي عندي واحد لا شونسون، ها شنو ها شنو ها شنو، صيفطها لي. كنظن بان كيف سمعوها، كيف كيسمعها اي واحد دغيا كيشدك داك اللحن، داك لو ريتم. الحمد لله دازت لا فايب ودازت مزيان. دونك وحتى الخدمه مع سناء صراحه اللي فليكسيبل ارتست ديال بصح، ما فيهاش داك الخوف ديال لي زارتيست، انه تيخاف انه يدير شي حاجه جديده ويطيح في الغلط ولا شي حاجه، ويخاف على ليماج ديالو عند الناس. ولا هي الاوز باش ديري هي قالت لي نديرو شي حاجه تكون عندها، تكون شي حاجه جديده، نديرو شي حاول انت كيفاش مولف كتخدم وانا باغي ندير شي حاجه جديده. دونك وقلت لها اش غتثقي فيا هكا؟ قلت لها غتثقي فيا؟ قلت لها انا نثق فيك. قلت لها يلا صافي سي بون. هي بالنسبه لك صح، يعني سناء انت مغامره كبيره، لان كنعرفوا الستيل ديال خليفه بون، طبيعه الحال الستيل اللي كان في مجموعه فناير، خرجتي يعني باغاني واعمال جديده، ولكن ما بعدتيش بزاف على الستيل ديالك، يعني لا سيناتور ديالك بقات. بالنسبه لك انت سناء، هذا الشيء مختلف على شنو مولفين الناس كيشوفوا منك؟ ريتم خفيف، حتى لوك كان فيه تغييرات كثيره، الناس مولفينك بواحد واحد واحد الشكل، وكيسمعوا يعني ملحون شقوري. واش ما كانش عندك هذه الرهبه والخوف ان الناس ما يتقبلوش؟ ماشي بزاف، لان انا كنعرف خليفه، كنعرف طبعا ليكول ديالو شنو هي والباركور ديالو شنو هو، وقبل ما غادي نشتغل مع فنان غادي نعرفوا شكون هو. وكنعرف بان تبارك الله الاعمال ديالو كلهم في مستوى، عنده واحد لا كارير زوينه باينه، معروف شكون. يعني كنت عارفه راسي فين غاديه، عارفه ليسبري ديالو، ليسبري ديال فناير، لي شونسون ديالو اللي دارهم هو راسو، وكيخلق لقاء بيناتكم. اكزاكتومون، كيشتغل حتى هو على التراث. دونك بقيت كنقول
الا ماشي شي دابا راه ما غادا تكون حتى الا ماشي مع خليفه ما عمر ما غادا تكون مع فنان واحد اخر لان قريب بزاف ليا في لو ستيل. هذه المساله هذه مزيانه ولكن انا كنعرف انه خليفه كيدير الراب بيان سور انه الفناير راكم انتم جروب دراب من بعد درتوا الراب بلدي ومن بعد ديفلوبيتي غير هو ملي كيكون شي واحد اللي في هذاك الدومين كيكون صعيب انه يدير واحد لو ديو مع فنانه باسكو سي تري 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 كومبليكي مو جوني الدومين زعما. انت شنو المسائل اللي شفتي في سناء اللي جعلوك انك تثق وتقول شوف هاد الديو غنديروه انا مهني مرتاح عارف راسي اش كندير؟ فهمتك اش بغيت تقول. بالنسبه لي انا ملي كنت خدام على ديك الاغنيه سناء هي اول ايماج بانت ليا هي سناء. علاش؟ لان لا شونسون فيها 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 الروح ديالها وفيها واحد الحاجه جديده. هي لو ديفي هو ان سناء غادي تغني بواحد الطريقه جديده وبشي الحان اللي ما ولفاتهمش هي. عندها الحانهم وهما كيغنيو راك عرفتي في الملحون خاصك المساحات الكبيره اللي تاخذ فيها راحتك في الغناء. انا خاصني نعطيها واحد الاغنيه فيها 4 دقائق وخاصني نعطيها واحد لابارتي اللي غادي تغني فيها وهي خاصها تكون مرتاحه خاصها ترتاح وجيب لها ان ستيل جديد جيب لها بين غنى وراب. يا فيني ميتا فلو غراب كاين فلو راه عطيتها هذيك لابارتي الاولى هي راه شوف فيها تركز بها يلا سوينا ندير ليه يو قال لي دينا بيه هذيك عيونه خدها لازر غدني في الحاره واش هذه جراح حرام عليه سي سي دو راب. ولكن عاوتاني كاين نقطة الالتقاء ما بين الملحون والراب لانه كيرتكز على الـ على الـ على الكلام على الكلام بصح وعلى لو ريتم القافية القافية اكزاكتومون على الكلام. الا ما عندكش الكلام وما عندكش لو ريتم راه ما يمكنش ما دير لا راب ولا ملحون. دونك هادو هما نقطة الالتقاء. انت هي اللي اكزيج الكلمات المزيانين المعنى فهمتي لان في الملحون راه ماشي اي حاجة تتقال فهمتي حتى الا غادي دوز ميساج خاص تيكون بكلام مرصع زوين عنده معانيه ولكن راقي تيدخل الودن وكيزقى في الودن. الاغنيه من كتابتك ومن الحانك والارانجمون حتى هو ديالك واش من الاول كنتي عارف بانك غتغنيها مع شي حد ولا هي في الاول كتبتها هو فاش كنكتب بالاسبري ديال الشايب. حيت الشايب سي شونسون اللي امراه كتهضر انت بلاصه المراه فهمتيني واحد المراه شايب بيجوجوها بواحد شيباني وكذا وخاصك هي داك اللونجاج اللي بدوي به خاصك تدوي بلاصتها. دونك انا لا شونسون هكا كانت مكتوبه في الاول دونك يعني كان المفروض تغنيها انت بوحدك نورمالمون ملي تدخل الاستوديو راه كتكون تتوجد موسيقتك انت اللي غتغنيها انت حيت هذه شونسون ديالي في الالبوم. دونك ملي تنسمع الاغنيه تتبان لي انها سي با لا بين عاود تغني انت علاش ما المراه تغني المراه سسا وانت تكون عندك تكون فوست من هذيك لا فايب تزيد لاتوش ديالك هي زوينه شي شويه. مي انا بالنسبه لي سناء خرجت الكلمات اللي كتبت خرجتهم اللي عطاتهم واحد الاحساس اخر وحتى لا فاسون كيفاش كتغني والنبره ديالها في صوتها كتقيس. انا شحال من واحد كيسمع تيقول لي هذيك البنت صوتها ملائكي تنقول تنقول ملي وصلت تقول هذه الهضره هذه صافي دير باللي الكلام راه وصلك وحسيتيه. هضرنا هو كيفاش ارتاح انه يدير ديو معك. انت كنعرفك مزيان وكنتي قما تخرجي واحد الاغنيه تشاورتي معنا شي 36 الف مره وانت مغنيه بوحديك وغير كيفاش غتصاوبي الكليب وكيفاش غادي تخدمي. واش بسهوله تقتي في خليفه وخرجتي مع الاغنيه لان هو البروجي غفلنا كاملين بصح بوم شنو هما العوامل اللي ساعدوك انك تثقي في خليفه وانك تثقي في المشروع غادي ينجح؟ كيف قلت لك خليفه انا انا فان ديال خليفه انا كنسمع لي شونسون ديالو كساسوا افيك فناير ولا فاش كيدير ان ترافاي ديالو راسو كنعرف عنده هو كيخدم على لا كارير ديالو بواحد الطريقه بلو سيريوز كو انا. هو راه واخد لا كارير ديالو دون مانيير بلو بروفيسيونيل كو انا كيخدم عنده واحد الطريقه خاصه في الخدمه كيعرف كل حاجه شنو هادي 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 هادي. انا من بعد 26 عام ديال الاشتغال في التراث صعيب بزاف ندير ديو مع اللي كان هادشي ما فيهش مجاملات. الا عرفتوا بانه ما يمكنش تقول له ايوا غير حيت حشمت غادي نقول ايه ولا انا جو كوني تري تري بيان لو باركور ديالو وكيعجبني اشنو كيدير وتشاورت طبعا راه غير ما تشاورتش معاك هذه المره واللي كان جبد السميه ديال الخليفه قدام يقول لي اولا اخلاق الانسان بروفيسيونيل سي ان فري ارتيست عنده واحد الحس فني زوين يعني ما كاينش والله ما دورت
ولا مع الاخرين. والله الا بكل صدق، لان هذا الشيء هذا ما خصش يكون فيه المجاملات. شحال من واحد كيجامل حتى في التالي كيعطي ان برودوي اللي الناس ما غادي يرحموكش، غادي يقول لك شنو هذا التخربيق. لان سهل حاجه غادي يقول لك شنو هذا التخربيق اللي درتي. مي الحمد لله ربي يخليك، والله لا صافي بليزير. اون بليس اون بليس لي ديسيبليني. قلنا النهار فاش بنا نسجلوها كانت معايا في هذاك النهار، ماشي ديك اللعبه تاع راني مريضه راني ما فاقتش. جات في لوقيتها، حضرت جات لمراكش، جات للاستوديو، جات ديريكت، مشات درت داك الشيء عرفتي تكاتمات البروجي. فهمتيني جايه واجده، جايه كي شافتني تقول لي يا ويا وانا جيت يلا استوديو. كله وانا كنسمع الراب. دابا ما عندناش ما عندناش التصاور ديال هذا الجيل. عنده كلشي، عنده شي لعيبه ولكن ابخي ان شاء الله تنحاول نديروا واحد ميكين اوف ان شاء الله في الظرف ديال الاستوديو. وعرف بان ذاك النهار ما كانش عارف بان ذاك النهار كان عيد ميلاد ديالي، واحتفلنا بعيد ميلاد ديالي في النهار ديال التسجيل. وسيتي زعما انا قلت النهار ديال عيد ميلاد ديالي غادي ندوزو في استوديو. هذه المره هذا هو لو كادو اللي غادي ندير راسي، هو انني غادي نسجل شي حاجه زوينه. هذا فال زوين لهاد السنه، باش هاد السنه تكون عامره بالبروجي وحمراء حمراء قلي. بقات من الفالونتاين دابا، ودابا تساؤلات كثيره غادي تطرحها خليفه. هذا الشيء اغنيه ديال الحب، خاصنا نعيشوا المود ديال الحب باش نغنيو مزيان، نكونوا في المود. وي سي سا تبارك الله. عندك شي اضافه؟ عندك شي اضافه سي سامير؟ عنده اسئله كثيره سامير، ولكن شوفوا ناخذ شي مقطع واحد اخر ديال الاغنيه. يلا شوفوا الحب. كان هذا مقطع ثاني من اغنيه ما تسولوش علاش، ما تسولوش علاش الحب لا حتى شي حاجه. غادي نمشيو مباشره لاش قالوا عليك، اش قالوا عليكم، اش قالوا على البروجي. ولا تكلمنا على البروجي كنتكلموا على الفيديو كليب. الفيديو كليب المخرج ديالو هو المهدي ايت مدن، وجاب واحد الفكره اللي هي جديده، فكره ديال الكادر فيرتيكال ديال انستغرام. علاش الكادر فيرتيكال؟ عرفت سائلي لسا خرجت موراكم كليب نجوى كرم. نجوى كرم خرجت هي كليب بلوم ستيل. بغيت نقول لها نجوى ما تبقاش تنقلي بزاف. لا شوف هما داروا هذاك الكليب دايرين فيه اشهار للتليفون. دونك حنا لو ديفي اللي خدينا مع مهدي ايت المدن هو انه صورنا في دي كونديسيون بروفيسيونيل، وصورنا بحال كليب، ولكن خدينا لو ديفي. هو امن بالبروجي وامن بالفكره ديالو، قالنا غادي نديروه بورتري، لان هذه الفكره هذه. وغادي نحاولوا نلعبوا في الكادر ديالنا على دو زارتيست. ما خصناش يكون عندنا بزاف الحوايج اللي غيشتتوا لنا الافكار، وخاصنا نديروا تكنيك جديده اللي جديده اول مره كنشوفها، هو ان جوج لي بيرسون في ايماج وحده وتتحركوا دون فاسون مع الليريكس. دونك دار واحد لا تكنيك ديال لا كاميرا فوسط لا فيديو، هي اللي كتحركنا تنديبلاصا فوسط واحد الكادر صغير. دونك سيتي جيني دو سابار، وانا عجبني الحال، والحمد لله كاع الناس اللي شافوا الفيديو كليب حتى واحد ما كان عنده شي تعليق على الفيديو كليب باش ندوروا هكا ولا هكا. اوتوماتيكمون كي تيشد التليفون تيطلع ليه كامل، وهذا هو الاوبجيكتيف. تري بيان. وي فكره زوينه بزاف. سناء ما عندكش ذكريات زوينين مع الكليبات انت؟ ربما هاد المره غتغيري الفكره. اما غادي نغير الفكره، ولكن ما غادي نغيرش مهدي ايت المدن. سي سور كو غادي نخدم معاه مره اخرى، باسكو جي فريمون ايمي الخدمه معاه. وهذا لو كليب هذا راه كساسوا خليفه ولا مهدي، راه 7 الصباح 8 الصباح مازال ما ناعسينش باش يخرجوا لو كليب ويخدموه ويخدموا على لو ديتاي. وكيفاش ليماج، ماشي غير ليماج ديال خليفه اللي كتهم خليفه، حتى ليماج ديالي ما بغي. حتى انا مع الموسيقى وداك الشيء راه وليت خايفه لا نبان كنشطح ولا كنقول له عافاك باغي نبان شويه بعقلي. قال لي شوف اسناء راه ليماج ديالك كتهمني حتى انا بطبيعه الحال، انا ديالي في احسن. وفريمون ماشي كانت اون صفت لي عاد جي فاليدي، لا ايزون تو في هما راسهم وعرفوا. وفريمون جيتي ساتيسفيت من لو ريزولتا. هذه حاجه زوينه، يعني الثقه هي اهم حاجه. كيبقى هذا من طبيعه الحال الراي ديالكم نتوما في الكليب والعمل ديالكم بجوج، ولكن الناس عندهم حتى هما راي وارائهم. الاراء كانت اغلبها ايجابيه، والتعليقات اللي شفنا كانت اغلبها ايجابيه، ولكن كاين ما نقدروش نقولوا سلبيه، بعض التساؤلات. بعض الناس اكتشفوا سناء من خلال هذا الفيديو كليب على القناه اللي حطيتوا فيها الفيديو كليب. واش هذه شي حاجه يعني فاش يقول واو اكتشفت هذه الفنانه ما كنتش كنعرف صوتها من قبل؟ لانه بوتيتغ سي لي جون ما كيسمعوش ملحون بزاف، ما كيسمعوش الشقوري وغيرها من الالوان التراثيه اللي كتادي. واش هذه شي حاجه اللي كتشوف فيها ايجابيه، ولا شي حاجه اللي كتقول او
26 ans de carrière ومازال الناس كيكتشفوا لي واخا كون كنت باب كنت شهرت كنت بانا كنت شهر راه تعيش هذا الوقت كامل لا صراحه ما كتضايقنيش هذه المساله لان انا كنعرف بان هذا الشيء اللي كنغني ديال واحد لا كاتيجوري ديال الناس اللي كيبغيو التراث وهذا الشيء هذا ماشي غير في المغرب في العالم كله كاين واحد تراث نخبه فن نخبوي وإن جامي ترو تار وقت ما عرفوني الناس ماشي مشكل كاين الناس اللي عرفوني اون طون كانيماتريس ما عمر شافوني حتى بلاصه واخا كندوز في لا تيلي بزاف يعني هي ديما 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 سناء كتخرج كتقول لهم كتشككوني في الشعور كنبقى كنقول ما يشوفش كندير هاد الاعوام هادوك المغاربه كيشوفوا شي واحد كيبدا يقول لي انا راه مع فلان كتعرفوا الاخر كيقول لي لا راه كان تشكيني في الشعور هذا لدرجه ان شي خطرات بحال دابا شي حد كيشوف فيا كيضحك معايا كنقول ما كضحك كيقول لي غير عرفت كتغني ولا كيخليش دونك ماشي مشكل انا بالنسبه لي سي بالعكس كيعجبني الحال باش الناس فاش الناس كيكتشفوني في حوايج اخرين دونك كان بحال جو ديفيرسيفي ان بو المجالات ولكن كاين الناس كاين الناس اللي كيعرفوا سناء مزيان وما يقولوا ما تلقاتش الصوت ديالها كما خاصها الاغنيه واش انت حسيتي بانه فعلا النوعيه ديال الاغنيه حدات من القدره ديال الصوت ديالها يعني ما خلاتهاش انها تحلق كما تريد ولا انتم كنتوا باغيين ديك الشيء باش اغنيه تلصق وتكون سلسه هو نورمالمون كنا تنعوموا حنا يعني في السهل الممتنع ما بغيناش نمشيو في شي حاجه صعيبه اول حاجه ثاني حاجه بالنسبه للاغنيه الريتميك ديالها ما يمكنش لسناء انها تطلع بزاف وتاخذ بزاف المساحات وما عندهاش لو طون انها تاخذ بزاف الوقت في الاغنيه حيت مريتميه الاغنيه خاصها تغني دي مومون وعندها واحد الاسباس صغير اللي تعطي فيه لو ماكس ديالها ماشي كاع لو ماكس شي شويه ومن بعد نعاودو ندوزو ثاني الميلودي اخرى حيت ما يمكن ليناش نستاغنيو في لحن واحد ولا شونسون كانت كتلعب عندها واحد ربعه لي زونيفير ديالها كتسافر بك من بلاصه لبلاصه خاصها تمشي هك دونك سناء راه حنا تنامنوا بها وتنعرفوها بانها تقدر تغني ميو كو عندها واحد لافو كبيره مي الحمد لله سي هي في لي بروجي الكبار كاينه وفي لي بروجي المتواضعين كاينه دابا ملاتي كامل التجربه مع خليفه غنزعمك انك تخرجي كليبات واحد اخرين وانك دوزي باسكو صافي لونتون كو تو بونس ان باساج انت كتفكري انك كيفاش دوزي يعني تبقاي دائما في داكشي اللي كديري ولكن تخرجي اغاني ديالك تقتحمي واحد العالم واحد اخر اللي كان بالنسبه لك لحد الان ما غنقولش صعيب ولكن باسرار ومسدود وكتعرفي المغاربه تبارك الله ما يوريكش واخا تقطعي ليه راسك فدابا واش هاد التجربه هادي غتزعمك انك تمشي في هاد الطريق؟ بيان سور اي لا شي حاجه بهاد المستوى وهذا علاش لا بلاكس بلاكس هذا كنظن بانها بدايه ديال حوايج اخرين انا قلتها ليه البارح قلت ليه الا قبضتي عليا بغيت اغنيه ديالي بغيت اغنيه ديالي ان شاء الله نمشيو للكويز نمشيو للكويز يلا خليفه وصلنا للكويز غادي نسولك على سناء مرحلتي ها كويز كروازي ما عمرك كنتي كتخيشي نهار جيت للتلفاز يسولك على سناء تكون لا سبحان الله هذا راه نهار زين تيسولك على شي حوايج كاع ما يستاهل والله ما بعد سناء تستاهل يلا من خلال التجربه ديالك مع سناء شنو بالنسبه لك نقطه القوه في العمل ديالها هو الراس صغير كتسنط واخا انها هي تبارك الله عندها بزاف ديال هي في دومينها متمكنه بزاف ولكن تتسنط واخا ما تعتبرش راسها احسن من الناس وتتبغي ديما تتعلم وهذه ميزه ديال الفنانين الكبار ديما تيكونوا متواضعين دونك واللي جميل فيها هو الروح ديالها روحها الدعابه تضحك خدمتها كدوز كلها فرحانه دونك ما حسيتش انا بهذا العمل هذا حسيت به داز خفيف ظريف تري بيان شنو هي الحاجه اللي خصها تزيد تخدم عليها شي شويه خاصها حاجه وحده هي انا بالنسبه لي انا خاصها حتى شي حاجه ولكن خاصها حاجه وحده هي ما تبقاش تخلي شي وحدين يديروا خدمتها في شي واحد الكوطي فهمتي الموسيقى راه تجريها مزيان ولكن شي وحدين اخرين خاصها تزير معاهم واش على مستوى التشاور ولا التواصل معنا كتشاور مع الناس بزاف التواصل مع التواصل مع في التواصل اما هي في التشاور ميزه واعره هذيك انك تكون كتشاور ميزه كبيره ولكن التواصل كتخلط الثقه بعض الخطرات في شي وحدين ما كيديروش لها خدمتكم الفو دونك هذاك الشيء علاش تنقول الفو جيغي شغلك بيديك وتكوني شاده زمام الامور تري بيان شنو هي احسن ذكرى يمكن غتبقى لك من هذا العمل اللي خدمتيه مع سناء
هي هذه الاغنيه هذه ان شاء الله بالنسبه لي انا تبقى من الخالدات بالنسبه لي، وغادي تبقى دائما تتفكرني ب ب باول بروجي في الملحون فهمتيني، وابر بروجي اول بروجي ليا كاسولو فهمتيني، فيتشرينغ متميز الحمد لله، و سناء متميزه والخدمه معاه متميزه صراحه، وعمري تنسى هذا البروجي. غتخدم اغنيه سناء باش غنيها بوحديها وتكفل ان شاء الله، ماشي تكفل بالخطوات المصاريف بالرعايه المشروع. انا سيدي غادي ناخذ دعم من وزاره الثقافه سيدي ومشي عنده يلاه. ما تحتاجيش الدعم دابا، غير هو زعما واش غيتكلف بلا جيستيون يعني الفيديو كليب بزاف ديال الحوايج عند هي. لا نهار تبغي تخدم سي با سون بوان دو فورس شي مرات، لا ماشي مون بوان دو فورس. داكشي علاش قلت ان شاء الله نهار تبغي تخدم غتبغي تخدم البروجي ديالها، ولا ان شاء الله نهار انا تكون عندي ليده كامله بلا ما تحتاج تسولني غادي تلقاني تنعيط لها كما العاده. قول لها شي كلمه دابا باش نساليو هذا الكويز. لا لا يخطك علينا يا العزيزه علينا صافي بليزير، وتشرفت بالعمل ديالي معك. انت واحد الفنانه اللي انا كنت كنحترمها من شحال هذا، لان الفن ديالها محترم، وزدتي زدتيني احترام في احترام في الاغنيه ديالي، ميرسي بزاف. الله يلاه فكروا لي في هذوك اللي كيقولوا ان ازقتنا ينقصها الحب والفن. راه كان ينقصنا الحب والفن في المغرب فعلا والله العظيم، راه شتها مكتوبه واثرات فيا، لان شويه ديال الحب بيناتنا ويكون شويه ديال الفن وشكون ديال شويه ديال الحب بيناتنا، راه كلشي يخدم بخير وكلشي يكون عاجبو الحال. صح اري تخي توشي فوالا. دونك ابخي سيت بيل ديكلاراسيون من بعد الكويز ديالك خليفه غادي ندوزو الكويز معاك سناء، وغادي نسولك على خليفه موجوده بيان سور. واول سؤال غيكون شنو اكثر حاجه كتعجبك في خليفه في الخدمه ديالو من طبيعه الحال؟ كيف قلت اولا التلقائيه والصدق، هو إلي تخي سانسيغ في 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 العمل ديالو، وكتحس بانك كتخدم مع انسان بروفيسيونيل كيعرف اشنو كيدير وكيبغي شنو كيدير، سي ان فغي باسيوني. اليوم اللي ناقص بزاف ديال لي زارتيست هو لا باسيون اي لا باسيونس، ما كاينش داك ماشي مولوعين بشنو كيديروا، باغي يخدم غير بوغ غير عنده ان اوبجيكتيف خصو يبقى حاضر خصو اكزاكت. كنظن بان الا بغى هذه الطريقه هذه راه سهل بزاف يوصلها في القاعده الجماهيريه اللي عنده، ولكن كي ديما كيختار اشنو كيدير، كلام ديما زوين، ما عمرك ما غتسمعوا في كلمه الناس كيقولوا لها كلام اغنيه كلام ديالها هابط ولا طايح ولا هذا. السايد الشخصي راه كنظن تفاهمنا بزاف كوتي ديال السايد الشخصي كيسي فراني لا لان سي تري امبورطون في الخدمه اوكي، لان سي تري امبورطون. كاين الناس اللي كتلقاه مثلا فنان مزيان ولكن في التعامل صعيب التعامل معاه، قلتي انه صادق وعفوي وهادو ميزات اللي ميزات اللي فيه، وانسان الكونتاكت معاه سهل، ما خصكش تبدا كتخمم لا كيفاش خصك تقول الكلمه، هو كيفهمك اشنو باغي تقول بلا ما تفلسف بزاف. هذا سي تري بريزونط. العفويه كانت حاجه اللي قرباتكم نقدروا نقولوا، لانه حتى انت تلقائيه بزاف، وهنا فين تلاقيتوا بجوج. واخا شو الحاجه اللي مازال نقولوا خصو يشتغل عليها ولا خص يعاود فيها النظر خليفه؟ ما كتبانش لي زعما كاينه شي حاجه اللي هذا اللي خصو يشتغل عليها، بقى لي يشتغل على ديو واحد اخر معايا. هذه الحاجه اللي ناقصه. اوكي. اما تبارك الله خلال تسجيل الاغنيه وتصوير الكليب، واش كاين شي ذكرى اللي تقدر تقاسم معنا؟ هي النهار النهار فاش مشيت سجلت، سيتي النهار ديال لانيفرسير ديالي، وكيفاش ديك لاتونسيون ديال هو وليكيب ديال الخدمه جاو احتفلوا بيا، سا ما فريمون توشي. شي حوايج اللي ما كتنساهمش، كتعرف بان العلاقات الانسانيه اهم من الخدمه، الخدمه حتى هي كتكون جزء من العلاقه الانسانيه مع الواحد. اوكي، وشي حاجه اللي تفضلي تنسيها؟ لا كلشي بتاعي. انا ما كاينه حتى حاجه زعما فريمون، الخدمه كلها دازت زوينه دو ا زد ان سون فوت سون فوت فريمون، حتى التصوير ديال الكليب قلت كل 7 8 الصباح خدامين، ولكن هذاك الشيء داك العيا طبعا كنت كنتمنى كون جيتيني هذه دابا 10 سنين كنت باغا نعيش بحال كيف عييت المره اللي فاتت، بديت كنحس بلاج شويه في الخدمه
ولكن فريمون الخدمه كلها كانت زوينه دو ا زد دو ا زد لا بون هومور الضحك النشاط اي واحد القضيه اللي فيه هو في لو كاركتير ديالو سي كو عنده واحد لو كوتي حازم يعني الي في شي حوايج ما كيتنازلش بحال دابا الخدمه خصها تكون هكا والا ما كانتش هكا لا خصها تكون هكا انا هذا هو لو تروك واقيلا اللي كينقصني انا في الخدمه ديالي هو ما كيتنازلش هكا شفت الحاجه خصها هكا تكون وما كيطلق منها حتى كيديرها كيف بغا و سي ان افونتاج اوكي شي كلمه اخيره تبغي توجهها له لا لي اختك عليها دي لي اختك عليها بالمراكشيه كنتمنى لك التوفيق فريمون كتستاهل كل ما هو مزيان كتستاهل اكثر من هذا النجاح اللي وصلتي ليه فريمون لان محتاجين لدي زارتيست بحال هكايا و فوالا الله يخليك للمغرب للفن المغربي شكرا لكم بجوج سناء وخليفه غادي نمشيو باش نختموا الحلقه يلا شكرا لكم شكرا لك وصلنا لهذا البرنامج غنخلي لكم باب مفتوح لو بغيتوا تشكروا شي واحد اللي خدم معكم ولا تكلموا لنا على مشاريع مستقبليه من غير هذا المشروع هذا اللي خدمتوا الصراحه شنو نقول لك البرنامج داز معكم خفيف ظريف دغيه داز طياره ولكن ما غاديش نخلو هذه الفرصه هذه تدوز بلا ما نشكروا الناس اللي خدموا معنا جنود الخفاء اللي خدموا والناس اللي عطاو لهذا البروجي القلب ديالهم وخدموا مزيان انا ما ننساش انس حفيظ ما ننساش ايوب مفتاح الخير هاد الناس هادو اسيا السباعي هاد الناس هادو خدموا معنا بالقلب وتنقول لهم شكرا بزاف حنا كنحبكم بزاف ديال الحب من بوباب مانيفيك سناء كنشكرهم حتى انا لان ماشي سهل تخرج اغنيه سورتو في هذه الظروف هذو اللي حنا عارفين هذه السنوات الاخيره شنو داز ماشي سهل ولكن هما تقوا في المشروع وخدموا معنا وبكل حب وكل تلقائيه اونكور اون فوا وان شاء الله هذه لا شونسون يتعطى لها حقها كنشكركم بزاف لانكم ثقتوا فيها وثقتوا فينا واستضفتونا باش تهضروا عليها حنا الثقه كاينه من شحال هذه والاغنيه عجبتنا بزاف ما عرفت شنو نقدروا نقولوا عليها اكثر سميد انا الريتم ديالها فهمتي ملي سمعتها ولاصق في وكنشكر دوزيم اللي خلتني نتلاقى بخليفه هذه بخروجات هذه ما كانتش في بالي دوزيم ولدت في بلادنا اكزاكتلي بلادنا واكتشفنا حتى خليفه واكتشفناكم في عمل بجوجكم عمل موفق بزاف هذا الشيء يعني كنشوفوا التعاليق ديال الناس بشنو كنسمعوا بالناس اللي دايرين بينا كنتمنى لكم حد موفق ان شاء الله المزيد من الاعمال كاين شي حاجه كتوجد الجديد هو هذا اللي خرجنا دابا وان شاء الله حنا تنوعدوا الناس ان الجمهور ديالنا تنوعدوهم بانهم عمرنا ما غادي نطيحوا النيفو غادي نبقاو معاهم بهذا الاحساس هذا وبهذا القلب وهذا النيفو ديال الخدمه تبارك الله تبارك الله عليكم شكرا لك بزاف سمير شكرا سناء على حضورك معنا شكرا لك خليفه دوزنا وقيته زوينه اكتشفنا اكثر تفاصيل الاغنيه نتمنوا ان حتى نتوما تكونوا تعرفتوا على تفاصيل تكون عجباتكم ما تسولوش على جديد سناء مرحتي ومنني خليفه من بلاطو بوبوب كنقول لكم سلامه ونتلاقاو السيمانه الجايه